انتهينا السنة باحتياط تاع الصرف 114 مليار دولار. ولما نتكلموا على احتياط الصرف لازم نرجعوا نقارنوا بالوضعية الخارجية للبلاد. احتياط صرف معتبر، مديونية يعني قليلة جدا، تساوي 1.28% من المدخول الخام، يعني لو بي بي، يعني هذه تعطي للجزائر وضعية حسنة جد حسنة بالنسبة لكل البلدان مصدرة البترول اللي عاش الأزمة كما عشناها حنا. هذا هي يعني الإشارة اللي نعطيها لكم بأن الوضعية ما زالت الحمد لله متينة وتسمح لنا باش ناخذ كل الإجراءات.